مرة تاني يسلم على جنبك قول له النهاردة يومه مليان بحضور الملك. هاليلويا، مبارك اسمك، مبارك اسمك. سر فرح عزانا 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 وأنا أشهد يا مضلل بالحب علينا، يا مضلل بالحب علينا، وانت منور مطرحنا وحي يسوع اللي جمعنا. Yeah, yeah, yeah.
شلتك ولا محتاجش من الإنسان ده مكفي سلامه قيم هو الرب لك لأنا واقف قدامه قيم سيد الملك واعمل ايه واشهد ليسوع المصلوب واتشارك في الامه حي هو الرب الاله سقف يا رب حي هو الرب الاله اللي انا واقف قدامه حي سيد الملك اللي انا عايش قدامه انا شايف اخر المشوار قول معايا انا شايف جاي الفجر انا شايف اخر المشوار والحد الشر ما ينهار انا هرفع علامه حي هو الرب حي سيد الملك اللي انا عايش قدامه حي هو الرب استنى وقول عايز اسمعكم تتحقق ناس الورا انا واقف مستنى وقول انا واقف مستنى وقول ونقف كده صفين بالعود ونعلف اقدامه حي هو الرب لك انا واقف قدامه حي سيد ايوه حي هو الرب اله الا انا عارف ايماني انا عارف ايماني فيه ده الاخر يحفظنا مين ايوه شوف كل خير زي ما وعد في كلامه حي هو الرب اللي عايش قدامه حي هو الرب الاله انا واقف قدامه حي سيد الملك اللي انا عايش قدامه واتبناني بيدي الدنيا واشتراني اتبناني بيدي الدنيا واشتراني ايام الحرمان بقى اهلي وعيلتي كمان ورسالي اتبنى حلم عليا اتبنى واشتراني حلم ابنه ليا شأن كبير ابنه ليا شأن كبير ازاي خاف انا من الشرير هللويا اتبنى واشتراني سقف يا رب سقف للرب سقف اتبنى
أزمنة نقلات وترقيات ده مش اسم مؤتمر، ده عنوان الوقت أو المرحلة اللي جاية. شئت أم أبيت، وفقت ما وفقتش، ده عنوان الوقت اللي جاي. أنا بشكر ربنا لأنه رب تمجد بطريقة غير عادية. احنا شفنا حضور ومجد الله في هذا المؤتمر بطرق يعجز الوصف عنها حقيقي، ولسه الاختبارات جاية بعد المؤتمر كمان. يعني احنا مش هنخلص هنا وهنقفل، لا، ده بعد المؤتمر احنا بنبتدي اختبارات جديدة. وارجو انه كلكم تكونوا على تواصل معانا وتقولونا على الاختبارات اللي الرب عملها معاكم عشان نفرح ونتعزى كلنا مع بعضينا. واكيد هيكون في تواصل، احنا عندنا صفحة الجيل الناري، صفحة الخدمة بتاعتنا على واتساب، وعندنا الصفحة بتاعت الكنيسة باسم كنيسة النعمة جسر السويس وعين شمس. اتمنى ان يكون في تواصل بيننا كلنا، وكلنا نحكي عن اختبارات وعن امجاد الرب عملها معانا وبيعملها معانا في الايام اللي جاية. قبل ما ابدأ اي حاجة، حابب أشكر أخويا جورج، ربنا يباركه ويستخدمه بقوة غير عادية، المرنم، وبصلي أن الرب يباركه في كل مكان وفي كل موضع يضع أقدامه فيه. تعالوا نديله سقفة جامدة قوي، الرب يباركه ويستخدمه. حابب كمان أشكر بجد حقيقي رجل الله جناب القسيس سعيد، هذا الرجل اللي شفنا فيه بجد مجد وحضور الله. وانا بقول يعني بحقيقة احنا ابونا اتبركنا بجدا بيك المؤتمر ده بجد حقيقي، مش بنجاملك لكن دي حقيقة، انت رجل الله، ربي باركك واستخدمك، وبصلي يكون تضاعف على حياتك في المسحة في الايام اللي جاية في اسم يسوع. بشكر كل حد تعب في المؤتمر ده، بشكر كل حد ساعد ولو بحاجة صغيرة قوي. بشكركم كلكم انكم احتملتونا، بشكركم كلكم انكم كنتوا رائعين، ربي يبارككم ويستخدمكم. كل واحد فيكم يرجع بيته، كل واحد فيكم يرجع خدمته او كنيسته، الرب يستخدمه استخدام غير عادي. لكن كمان بقول لكل حد فيكم، كل حد تعلم حاجة من فضلك، روح علمها لحد تاني. ولو الإعلان بتاع المؤتمر ده، اسم المؤتمر ده، الرب استخدمه في حياتك وأمنت وصدقت بالإعلان ده، روح شاركه لكل أفراد الخدمة اللي انت موجود في وسطيهم، لكل حد، عشان كلنا بنوصل رسالة مع بعضينا وكلنا عاملون مع الله. حابب بس قبل ما اسمع اختبار أختي ومفادي اللي حصل النهاردة في المعمودية، قبل ما أقول كل ده، حابب أشكر شخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد.
هذا الإله القدير رغم عدم أمانتنا ورغم عدم أمانتي أنا شخصيا ورغم وحشتي أنا والمجموعة، لكن الله كان أمين معانا بطريقة لا يمكن حد يتخيلها، وأمانته فاقت كل تصور وكل تخيل. أنا حابب نديله كل المجد والإكرام والسجود لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. تعال يا مفادي نسمع الاختبار اللي حصل معاك وبعدين نكمل. أنا هقول حاجة بالإيمان، أنا أول ما نزلت المية قبل ما أنزل الشيطان عمال يقول لي الناس هتتعصر بطريقة مش يعني، بس أنا من جوايا عايزة أنزل. بس أول ما نزلت بقول يا رب خليني ما أشوفش حد، أشوف شخصك أنت بس. أنا نزلت المية، وأول ما نزلت المية وبغمض عيني وبصلي لقيت شخص الرب يسوع له كل المجد، هو اللي واقف، هو اللي مزين المكان. هللويا هللويا. الحاجة اللي فرحت قلبي إن كان صوته بيعلى في وداني وبيقول لي كده وأنا ببص وبلف، هو بيبكي ويقول كل حد أنا جايبه هنا مش جايبه صدفة، هو بيتلكك عشان يباركك، بيتلكك عشان يباركك. أنا مش بوعظ حد لكن بقول اللي أنا شفته، شفت أبونا جابر ربنا يخليه لينا ويتلمز ناس كتير زي ما أنا اتلمزت على إيده، شفت الكرة الأرضية بتلف وهو معاها زي فريق كبير على رؤوسه حاجات كبيرة وزي ما يكون اتجان بس عالية ما تتوصفش وبيلفوا، والكرة دي بتلف سريع سريع، شايفة ناس بتطلع. أنا طبعا بختصر عشان الوقت، أشكالها كلمة تعبانة قليلة، اللي مجرح واللي جسمه متعري اللي بيطلع سريع من الدايرة دي بيدخل في الفريق، الفريق ده بينط بيجيب يعني بينط يجيب السقف. أنا قبل ما أجي المؤتمر ده كنت أمال أقول أديني الحكمة يا رب، لا أنا مش عايزة عشان محدش يتعصر، بس أنا هقول لكم باللي شفته، سيب نفسك في محضر وسيبي نفسك في محضر الله، ملكيش دعوة باللي حواليكي، لأن هو عايز يشفي ده ويلمس ده، هو اللي هيحرر، وهو عايزك تفرح قدامه، تفرح قدامه، لأن أنا لمست إن مفيش فرح في العالم كله غير لما تيجي وتسكب نفسك أمامه وتقول له فعلا كده فرح قلبي. وربنا يبارككم ونعيش ونطلع على حس يسوع ومع الأسيس جابر، ربنا يباركوا خليلي. هللويا 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 هللويا. انا اللي يعرفني يعرف ان انا كتير النسيان، النسيان عندي بشع يعني. ف قبل ما اجي الاجتماع مباشره بقول لسوزان، هي اسمها هي الاخت اللي شايفه اللي كانت معانا في، قالت لي اسمها ام فادي وانت مش فاكر القصه بتاعتها، قلت لها لا مش فاكر صراحه، بس فقعدت فكرتني باختبارها. لكن قالت لي حاجه، فاكر قبل المؤتمر بيوم احنا قلنا لك عندنا مشكله في تقريبا في 8 أو 6 ما لهمش اماكن؟ قلت لها اه. قالت لي كانت ام فادي واحده منهم. احنا يوم الاربع قعدنا نتصل بيها كتير عشان نعتذر لها نقول لها ما تجيش، كما تعرفيش ده، بس قالت لي احنا فضلنا نتصل بيها، تليفونها كان بيرن ومحدش بيرد، وبعد كده تليفونها اتقفل. وحقيقه كان عندنا في واحده خادمه معانا في الكنيسه حجزت متاخر جدا، فبيقولوا لي ام فادي لسه حاجزه ودي ولسه حاجزه. قلت لهم لا، خدوا بتاعه الكنيسه وشيلوا ام فادي دي. أنا بقول الصدق يعني، أنا آسف يا مفادي ده اللي حصل. بس الراه كان لي ترتيب تاني يا مفادي، كان عايزك تيجي. فترتيبات الله صالحة، بقول ده المجد المسيح، الله اللي أراد مفادي تيجي. كنا أنا والفريق بتاعي يمكن كنا ما كناش عايزينها نيجي، أنا ما كنتش يعني ما عارف، بيقول لي لمفادي بس مش عارف مين يعني. أنا عشان يوصفوا لي حد في الكنيسة لازم يرجعوا بالتاريخ 5-6 سنين لورا ويوصفوا لي أنا قابلته إزاي واتكلمت معاه فين وكل ده.
فإرادة الله أرادت أنك تكوني موجودة، لأن الله كان عايز يعمل مقابلة شخصية خاصة معاك. بس اللي أنا عايز أشهد عنه واللي عايز أقوله المجد ربنا مش لأي حاجة، اللي حصل في المؤتمر ده يمكن أبويا الأسيس اتكلم عن عشان تدخل للعمق وعشان تشوف العمق واختبار العمق، في حاجات بتتعمل وفي منها الركب السجدة ورجليك اللي في الأرض. عشان المؤتمر الرب يصنع فيه المجد ده، والرب يصنع فيه اللي احنا بنشوفه ده واللي احنا لسه هنشوفه بعد المؤتمر. على فكرة المؤتمر مش نهايته النهاردة ولا 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 نتيجته خلصت على كده ولا أمره خلص. المؤتمر نتيجته لما كل واحد وواحدة فينا يروح بيته ويروح كنيسته ويروح خدمته. اللي عايز أقوله وده المجد ربنا، ان وراء المجد اللي جه ده على الأرض وورا الكلمة النارية اللي الرب صنعها وصنع بيها اختراقات غير عادية، وورا النقلات اللي حصلت لكل واحد وواحدة فينا، هو إنسان حقيقي حقيقي، رجل الله ورجل العصر. أنا ده اللي بقوله، أنا بقوله أنت بتتحول لرجل آخر. الأسيس جابر خلينا نديله تحية لأنه فعلا الرجل ده بجد قبل المؤتمر بقاله شهرين بيصوب انقطاعي لمدة أسبوع متكامل. بقاله شهرين بيقول له يا رب أنا قبل ما أروح المؤتمر أنا عايز أختبر النقلة دي في حياتي. أنا كتبت الشعار وقلته وعلنته وهروح أتكلم عنه، بس مش هينفع أكلم ناس عن حاجة أنا ما اختبرتهاش. وكان كل كلامه لمدة 3 شهور لورا سوزان ساعديني إن الرب ينقلني نقلة جديدة علشان أقدر أكلم الناس من واقع أنا اختبرته من واقع أنا عشته. أنا فعلا بحيي الرب اللي في الأسيس جابر، أنا فعلا بشوف فيه رجل الله. أنا دايما بقول له أنت الرجل بتاع العصر ده، أنت اللي الرب أعدك للوقت ده. أوعى تبقى صغير، أوعى تشوف نفسك صغير، لكن شوف نفسك كبير قوي قوي في الملكوت. تعال يا ابونا تبع أختك الصغيرة، كلنا نشاور على الرجل ده، كلنا نشاور على الرجل ده. كل واحدة فينا تقول للرب يا رب الرجل ده استخدمه أكثر من الماضي. يا رب الرجل ده يا رب من ايديك المسكوبتين يا رب من فضلك احفظه ارعاه اكرمه اسنده ادله مسحة تاني وتاني. يا رب احنا واثقين فيك لانك اله صالح واله طيب واله حنين، هتستخدمه يا رب، هتستخدمه اكثر من الماضي. يا رب انا بشكرك، انا بعظمك ان انت جواه وفيه، شكرا لك من كل القلب. تعال ادله خدمات تاني وتاني يا رب، كلمنا على فمه تاني تاني، استخدموا المجد اسمك، حطته من ايديك المسكوبتين، احفظه ورعاه واكرمه باسم يسوع المسيح الغالي. انا بحطه من ايديك المسكوبتين، اسنده ورعاه واكرمه تاني وتاني يا رب، اسنده انت لانك انت الاله القدير، لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات يا رب. وجدت شديدا المؤتمر من ايديك، العمل ده من ايديك يا رب، ومؤتمر يوم 13/9 من ايديك المسكوبتين يا رب. من فضلك استخدم بيتك شوزان يا رب، استخدم اكثر من الماضي. الدبوره يا رب، دبوره يا رب، استخدمها اكثر من الماضي. استخدم ولاده، استخدم اللي واقفين على العمل ده يا رب، استخدم القس سعيد الريس بتاعنا باسم يسوع المسيح، بحفظه ورعايه ليه بسندم معونه. احفظه يا ربي، احفظه في طريقه وهو مروح بالسلامه. تعال احفظ كل حد ما نقول يا رب، من فضلك يا رب كل حد ما نقول بكره، احفظ العربيات، احفظ خدامك، احفظ حاملين الانجيل في كل مكان باسم يسوع الغالي. انا بشكرك لانك سمحت صلاه البسيطه، ولك كل الحمد. هاليلويا 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 هاليلويا. حقيقه اللي يستاهل كل المجد ويستاهل كل كلمه شكر مش جابر ولا غير جابر، صدقوني هو الرب. تعال نديله كل المجد بكل قوه بكل نشاط. أنا دايما بحتفظ بالزيت اللي باجي اللي بروح بيه من المؤتمر، عشان بنستخدمه في الكنيسة عندنا. لكن وأنا قاعد في الأوضة قبل ما أنزل لقيت الروح القدس بيشغلني إن أنا أوزع الزيت ده لكل حد محتاج ياخد زيت.
لأنه عندي إيمان أنه رب يستخدم هذا الزيت للشفاء ناس ولإبراء ناس والعمل معجزات غير عادية. لذلك الإزازة دي متاحة لكل حد عايز ياخد زيت، بس من فضلكم بلاش تجيبوا لنا أزايز مية نحط فيها. إيه؟ طيب سوزان الإزازة معاكي ووزعيها. رداء سقط من السماء، والوقت اللي جاي ده احنا بنتكلم على الرب يجي برداء يسقط من السماء على ولاده على شعبه. خلاص يا عبير ممكن تقعدي. رداء يسقط على اولاده، على الخدام، على القادة، على كل شعب الرب. مش كده اقول لك استعد انك تستقبل كلمة الله في الوقت ده. وارجو ان قبل ما تستقبل كلمة الله تعال اسكب قلبك معايا لحظات، قول له كلمني يا رب في هذا المساء، انا محتاج كلمتك، محتاج اعلانك. وابويا القسيس عيد يتقدمنا في صلاة. أبانا من كل القلب نهديك كل التمجيد والتعظيم، مستحق وحدك تاخذ السجود والتعبد. أنت الأول والآخر، أنت البداية والنهاية، أنت اللي بيك نحيا ونتحرك ونوجد. نعظمك لأجل حضورك وسطينا، نعظمك لأجل هذا المؤتمر الرائع يا رب، شرفتنا بحضورك فيه من بدايته لنهايته. نباركك يا رب لأجل كل كلمة بتسمعها لنا. وضعت خدمك بين يديك يا رب، أثق بكل ثقة أنك تتكلم على فمه بإعلانات باسم الرب يسوع لكل شعبك، منتظرين صوتك يا رب. أثق روحك يسود على المكان، وأثق سحابة مجدك تيجي علينا، وأثق يا رب نغر كل كلمة من شخصك مؤثرة بالروح القدس في حياتنا. ليك كل الكرامة وكل المجد. إعلان عن رداء الرب بيطرحه في الأيام اللي جاية. في يوم الأيام يا رب وراني يعني إيه رداء المسحة، وراني يعني إيه الرب بيدينا رداء. وفعلا أنا شفت في أكثر من رؤية واثنين وثلاثة واربعة الرب وراني إنه بيجي في الاجتماع فعلا برداء أو بعدة أرضية، ويبتدي يلبس ولاد، ويبتدي يختار أولاد معينين ويطرح عليهم رداء النبوة، يطرح عليهم رداء المسحة. فأنا شفت ده عملي، أنا مش بحكي عن حاجة أنا ما شفتهاش. لا، الرب ورهاني مرات كثيرة جدا في أماكن مختلفة من مصر كلها بروحها، الرب وراني إزاي الرب بيجي في وسط الاجتماع أو في وسط الخدمة ويمنح هذا الرداء لبعض الإخوة أو الأخوات. لكن الرداء اللي جاي ده رداء مختلف. الرداء اللي جاي ده جاي بطريقة لأنه جاي من السماء. الرداء اللي جاي ده جاي عشان الزمن مختلف. الرداء اللي جاي ده جاي لأنه الزمن اللي جاي هو زمن ليه متطلبات، فيه معطيات خاصة، وفيه أمور وأحداث تختلف عن الماضي اختلاف كلي وجذري. ويمكن الله بيسبق الأحداث، الله بيسبق الأحداث بروح النبوة وبيدينا إعلان نبوي عن الوقت اللي جاي ده. واخد معاكم ثلاث صور الرب كلمني عنهم. قلت لك النهاردة أنا مش بديك وعظب قد ما بديك الإعلان اللي ربنا حطه قدامي. الرب وراني ثلاث صور لهذا الرداء، ثلاث صور جمال جدا 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 حقيقة. أول ما الرب ورهمني
ورب ابتدى يتكلم معايا. قلت له يا رب الامر صعب قوي وكبير، ازاي عايزني اتكلم عن كل ده؟ صعب اتكلم عن كل اللي انت مورهوني ده. يا رب اديني ولو تلخيص، اديني حتى اديني فكره صغيره اقدر اوصلها. ساعدني بالروح القدس اقدر اوصل ده، لانه فعلا صدقوني انا بتكلم بصدق وبالروح. الموضوع اكبر من كل تخيلات بشريه، أكبر من أنك تتخيل اللي الرب هيعمله في الأيام اللي جاية. يمكن أختي قالت في الرؤية واحد يطلع مجروح مكسر، لكن بمجرد ما بيطلع بيطير، والرب بيعمل معاه حاجة عجيبة جدا. ده اللي الرب فعلا هيعمله واللي الرب ناوي يعمله معاك. عشان كده أنا عايز أقول لك النهاردة، قول اللي جنبك استعد، لأن الرب هيطرح عليك رداء مسحته. استعد لأن الرب هيطرح عليك رداء جديد. استعد لأن الرب جاي عليك بطريقة غير عادية. أول صورة للرداء ده هتكلم عنها في روح النبوة النهاردة، حضور إلهي كثيف. حضور إلهي، قولها معايا النهاردة، لأن احنا هما ثلاث حاجات، ثلاث صور صغيرين جدا. حضور إلهي كثيف، أقولها معاك تاني، حضور إلهي كثيف. تسألني جاي منين الحضور الإلهي ده؟ أقول لك جاي من عرش النعمة. تقول لي جاي منين العرش ده؟ جاي من عند أبي الأنوار. تقول لي جاي الحضور ده ازاي؟ أقول لك كده، أقول لك ببساطة، عايز أقول لك الحضور ده مش هيجي بره عنك، لأنك أنت بتحمل حضور الله. ده اللي كنا بنعلم بيه في الأيام اللي جاية، الأيام اللي عدت. آسف، أمال إيه الصورة الجديدة؟ الصورة الجديدة الرب قال لي جابر أنا هعمل حضور إلهي كثيف على أولادي. حضوري هيكون واضح ظاهر. قال لي عارف يخرج كالنور برك؟ قلت له أيوة يا رب يخرج كالنور برك. قال لي أنا هعمل ده، حضوري هيبقى واضح جدا في أولادي، حضوري هيبقى مكشوف. قال لي شفت إليشع؟ قلت له شفت إليشع. قال لي اسمع الأنبياء وهم ماشيين في وهم شايفينه في سفر الملوك أصحاح 2 بيقولوا له كده من الملوك الثاني وأصحاح 2 وهم شايفينه الخمسين نبي. الخمسين نبي كان عندهم إليشع ده واحد عادي، كانوا بيكلموه قبل ما يصعد إليه، ما قالولوش كلمة مميزة أبونا ولا قالولو أي حاجة. كانوا كل اللي بيقولوا هو أنت عارف إن سيدك هيتاخد منك؟ لا قدروه ولا قالولو أي كلمة. لكن بمجرد ما جه الرداء عليه اسمحهم يقولولو إيه؟ يقولولو إحنا عبيدك. يقولوا له مش بس كده، يقولوا له هم شافوا ان رداء المسحة اتنقل عليه. جا منين ده؟ هو ما قال لهمش ان انا خدت مسحة، لكن حضور الله بان بطريقة غير عادية. اقول لك انت مش هتبقى محتاج تتكلم ولا محتاج تعلن الرب اداك حاجة جديدة، لكن حضور الله هيبان فيك بطريقة غير عادية. حضور الله لما هيجي عليك بطريقة كثيفة هيبان لكل اللي حواليك. عايز اقول لكل حد النهارده، جهز قنواتك للسيول اللي جايه، جهز نفسك لاستقبال الروح القدس، جهز نفسك لان حضور الله هيجي ويخرج كالنور برك. سلم على اللي جنبك وقول له لما حضور الله هيجي عليك لا هتحتاج تتكلم ولا هتحتاج تعلن عن نفسك، لكن الحضور ده هو اللي هيعلن عن نفسه. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. عارفين الرب قال لي ايه؟ قال لي هذا الحضور. قال لي عارف عارف مزمور 104؟ قلت له عارف يا رب مزمور 104. قال لي عارف عدد 30؟ قلت له يعني مش حافظه. قال لي طلعه في الكتاب. طلعته في الكتاب، لقيت نفسي كده قدام الآية ان روح الله يعمل ايه؟ يرسل روح الله فيعمل ايه؟ فيخلق ويجدد وجه الارض. قلت له يعني ايه يا رب؟ قال لي لما هاجي حضور كثيف انا هخلق في الناس دي قوة
قوة ونعمة غير عادية. أنا هجدد الأرض، أنا هجدد الخدمة بتاعتهم، أنا هجدد الإرسالية، أنا هجدد السكيب اللي في إيديهم، أنا هصنع في داخلهم. قال لي أقول لك؟ قلت له نعم يا رب. قال لي أنا هصنع صلابة في الإنسان الباطن غير عادية. أنا هخلي كل شخص حضوري يصنع منه شخص مختلف، شخص رجل معجزات، رجل الله بقوة وباقتدار كمان. هللويا. عشان كده أنا عايز أقول لك، أنا بطلبك النهاردة، مش بقول لك صدق الكلام ده، تصدقه أو ما تصدقوش دي بتاع حاجة بتاعتك، لكن لو أنت مصدقه ارفع إيدك وقول له أيوة رب أنا بقبل الكلمة دي بالإيمان، أيوة رب بقبلها تكون في خدمتي، تكون في حياتي، أيوة أنا بقبلها وبأمن إنها سوف تتحقق ويأتي مجدك بقوة، وحضورك يكون كثيف في كلماتي، حضورك يكون كثيف في صلواتي، حضورك يا رب يكون كثيف في خطواتي، حضورك يا رب يكون كثيف في كل خطوة أنا بخطيها. هللويا هللويا هللويا. أقول لك جهز إيديك إن ربنا يستخدمها أعظم وأعظم. بص لإيديك كده وقول لها يا إيديا استعد لأن المسحة جاية عليك قوية. حط إيدك على فمك وقول له يا فم استعد لأن كلمة الرب هتكون قوية من خلالك. أقول لك حط إيدك على عينيك وقول لها يا عيني استعدي لأن الرب هيفتحك على أمور خارقة. استعدي لأنك هتشوفي أمور يعجز عنها الإنسان الطبيعي، لأن الرب بيحولك لإنسان غير طبيعي. هللويا 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 هللويا. حضور إلهي كثيف على حياتي. من يقول أمين؟ حضور كثيف على حياتي، حضور كثيف على إله، على كل أموري في اسم الرب يسوع المسيح. عارف الحضور ده هينفجر من جواك لأنك أنت حامل حضور الله. هللويا 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 هللويا. احنا مش منتظرين حضور الله يجي علينا من فوق، لان حضور الله في داخلنا. بس عارف ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انفجار رهيب روحي جواك، هيحصل انفجار في الحضور الالهي، فهيغطي كل عينك، هيغطي كل ضعف، هيغطي كل عجز، هيغطي كل فتور. الرب سوف يصنع نقلة وترقية في ريجستيدك ريبا. لو بتتكلم بألسنة ممكن تتكلم معايا، لو بتصلي بإعلان صلي معايا وقول له أيوة أنا مصدق إن ده ميراثي من عندك وأنا مستني هذا الميراث. هللويا هللويا. ده ميراثي، ده ميراثي وأنا منتظر هذا الميراث. كم واحد يقولها النهاردة؟ ده ميراثي، ده ميراثي وأنا منتظر هذا الميراث. ده ميراثي. قول للرب ده ميراثي يا رب، ده ميراثي وأنا عندي إيمان إن أنا هاخد هذا الميراث. هللويا هللويا هللويا. كم حد يمتلئ بروح المجد والقوة في هذا المساء؟ أوه هللويا هللويا هللويا. كم حد يخرج مجد من داخله الآن؟ كم حد يخرج أنهار من بطنه الآن؟ أوه شيف استيدك ريبا يورا شيف استيدك ريبا. هللويا هللويا هللويا. ده ميراثي من عند الرب، أنا عليا ميراث عند الرب وأنا منتظر ميراثي يتحقق في الأيام اللي جاية.
لا كلمات إبليس تعنيني ولا كلمات الناس تغير فيا حاجة ولا تأثر فيا، لأن أنا ابن للرب يسوع المسيح له كل المجد. هللويا. لأن أبويا وعدني، وعد أبويا صادق. هللويا هللويا. حضور إلهي، حضور إلهي إيه؟ كثيف. بص اللي جنبك وقول له ميراثك من عند الرب حضور إلهي كثيف. رداء المجد يجي عليك بحضور إلهي كثيف. هللويا 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 هللويا. كم واحد يقف معايا يدي المجد للإله القدير ده؟ اوه هللويا. يلا يلا بيجي استريد دري مرات استريد. اوه يا رب جست كريم انا بفريد دليد ام جست كريم. صدقوني شايف الرب يسوع مال القاع، وملائكة الرب وجنود الرب مليين القاع، السماء كلها موجودة في القاع. أقول لك أنا شايف الرب جايب أرضية، الرب بيوزع النهاردة رداء مستريج. روبا جستيد كريبر أفريد جستيد كليفر. هاليلويا 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 هاليلويا. تفضلوا. هللويا 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 هللويا. حضور إلهي، حضور إلهي كثيف. عارفين الحضور ده هيبقى شيء غير عادي، لم تختبروا من قبل ولن يختبروا العالم في قبل كده. قلت لكم الصبح وكان أبونا أكد على كلامي، اللي حصل يوم الخمسين ده كان عربون، وأنا واثق إن ميراثنا جاي جاي وجاي بطريقة غير عادية. أيوة إحنا لينا عند الرب ميراث، وإحنا ميراثنا هناخده من عند الرب. لكن عشان الوقت إخوتي الأحباء أجيب تاني صورة الرب ورهاني. قال لي جابر مش بس حضور إلهي كثيف. قلت له أمال إيه تاني يا رب؟ قال لي اسمع كده، تغيير في الوظيفة النبوية والإرسالية. تغيير في الوظيفة النبوية والإرسالية. تغيير في الوظيفة النبوية والإرسالية. قال لي هو مش إليشع كان نبي؟ قلت له نبي. قال لي إيه اللي حصل؟ قلت له يا رب خد الرداء. قال لي ما أصل الرداء غير اتجاهات كبيرة جدا في حياته. ما أصل الرداء غير الرؤية عنده تماما. ما أصل الرداء غير السمع عنده تماما. ما أصل الرداء فتح أبواب قدامه كانت مغلقة. ما أصل الرداء غير الاتجاه. وعندما يأتي التغيير الرب يصنع. قلت له يعني اديني نقطة الله قلت للرب كده الله يخليك، وكأني بكلم حد تاني. صدقوني بقول له بصدق، قلت له الله يخليك يا رب وضح قوي، أصل أنا مش فاهم الموضوع. أيوة أنا ممكن أفهم تغيير. قال لي هقولها لك في عدة نقاط. أول نقطة قال لي تغيير في القوة والسلطان. قال لي أيوة لما هاجي بالرداء على حياة ولادي، لما بعد الجيش ده، لما بعد الفريق ده، قال لي أنا هديهم سلطان مصحوب بقوة غير عادية، فتبقى كلماتهم كلمات قوية، فتبقى كلماتهم كلمات حياة، فتبقى كلماتهم تغير. قال لي هو إليشع كان بيتكلم قبل كده؟ قلت له أبدا. قال لي لما تكلم كان بيعمل إيه؟ قلت له كان بيعمل معجزات غير عادية. قال لي أنا هعمل ده مع أولادي، أنا هديهم قوة في السلطان، فيبقى كلماتهم بتصنع حياة قدامهم. بص للي جنبك وقول له لما حضور الله يجي عليك، لما
لما رداء المجد يجي عليك سلطان الله هيكون في كلمتك، سلطان الله هيكون في تحركاتك، سلطان الله هيكون في كل كلمة تطلعها من فمك. شفتوا امبارح كنا بنتكلم ويمكن في ناس ما صدقتش، إليشع يقول كده للملك لملك إسرائيل، وجه سهم للأرض، كل سهم انت هتوجهه انت بتضرب أرام بيها. انا عايز اقول لك النهارده انه كلماتك المصحوبه بسلطان ستكون سهام خارقه في قلب العدو في اسم يسوع. هللويا 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 هللويا. ميراثي ميراثي عند الرب. ايوه انا ليا ميراث عند الرب. ايوه انا ليا نصيب اتنين عند الرب، لان احنا كنيسة ايه؟ قولها معايا، احنا كنيسة ابكار، وكل واحد فينا هو ابن ايه؟ هو ابن بكر، من حقه ياخد ميراث من عند ابوه. انت مش من حقك تاخد بركة ولا مستني بركة من السماء، لكن انت مستني ايه؟ ميراث، لان ليك ميراث عند الرب. هللويا. هتدينا ايه تاني يا رب؟ قلت له هتدينا ايه تاني؟ قال لي مش بس قوة سلطان. كان انا كنت قاعد صدقوني ماسك الورقة والقلم كده، كل ما يقول حاجة اروح كتبها وراها على طول. فتاني حاجة قال لي امكانيات روحية غير مسبوقة يا ابونا. امكانيات ايه؟ تيجي تقولها معايا. ايه الكلام اللي بيقول الاسيس جابر المجنون ده؟ انا مش مجنون، ولو مجنون يبقى مجنون للرب، ولو قلت عليا مجنون يبقى احلى وصف، لانه انسان الروح مجنون. امكانيات روحية غير مسبوقة، يعني ما جاتش قبل كده. في يوم من الأيام إليشع في حصار السامرة، في حصار السامرة، فاكرين قال إيه؟ قال لك غيدا كيلات الشعير بشاق، وكيلة الدقيق به مساق. العسكر اللي واقف على البوابة قال له هو ربنا هيفتح قوة في السماء؟ قال له كده إليشع، قال له هتشوف. وأنا أقول لك لو ما صدقتش الكلام ده هتشوفه بس مش هتاخده. لكن لما بتصدق الكلمة النبوية انت بتوجد واقع فعلي في حياتك. امكانيات روحية غير مسبوقة. يجي الإليشع ملك أرام يتآمر على ملك إسرائيل. حد عارف القصة كويس؟ في كل مرة يعمل كمين لملك إسرائيل يفشل، فقال لهم قولوا لي مين لملك إسرائيل في وسطنا. رد عليه واحد من عنده قال له ايه؟ قال له يا سيدي الملك. قال ولكن إليشع النبي الذي في إسرائيل، اسمع كده كلمات يقول له، يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع
مقدعك. قال له ده في واحد اسمه ايه؟ يا ابونا اسمه ايه؟ إليشع. ماله عمنا إليشع ده؟ قال له ده الامور اللي بتتكلم فيها في مقدع مقدعك على فكره جايه في الاصل العبري الامور اللي بتفكر فيها وانت نايم في راسك، صح يا ابونا؟ مش اللي بيقولها لحد، لاحسن حد يقول ايه بيسمعها. جايه في الاصل العبري الامور اللي بتتكلم فيها في راسك وانت نايم إليشع ده بيعرفها ويسمعها. امكانيات بشريه دي، ده سحر ده ولا عرافه ولا ايه ده؟ لكنها امكانيات روحيه غير عاديه، امكانيات روحيه غير مسبوقه. الرب اداها لإليشع ورب هيعمل ده في الايام اللي جايه. قال له ده في واحد اسمه إليشع بيعرف اللي انت بتفكر فيه وانت نايم. هذا الرجل لا يخفى عليه امر، والجيل اللي جاي مسحوب بقوه ومسحه الروح القدس. الجيل اللي جاي ده الرب هيعمل بيه امور غير مسبوقه، هيعرف اسرار العدو ويكشفها ويفشل مؤامرات ابليس. انا عايز اقول لكم ابليس دلوقتي بره بيتنطط لانه عارف ان ده هيحصل، بينما الكنيسه او الناس اللي في القاعه ممكن يكون فيهم ناس مش مصدق ان ده هيحصل. رحاب الزانية تقول للجاسوسين قلبنا ذاب فينا لأننا قد علمنا أن الرب إلهكم ده إله قدير بيستطيع، ما عندوش حاجة، إحنا دبنا من الكلام اللي إحنا بنسمعه، في حين شعب الرب شافوا نفسهم ولا حاجة. مش كده الرب أكد علي أن أنا أقول لك أيوة الوقت اللي جاي ده الرب جاي بإمكانيات روحية غير مسبوقة. تقول لي أنا ما بشوفش، عايز أقول لك الرب هيفتح الأعين، الرب هيفتح الأذان، الرب هيمد الأيادي، الرب هيقوم الركب المرتعشة، الرب هيقوم المكسورين والمنحنيين وهيصنع بيهم آيات وعجائب. رب قال لي تعبير أنا كتبته بالحرف الواحد، قال لي السماء هتنزل للحياة اليومية، السماء هتنزل للحياة اليومية. فاكرين ولاد الزيت؟ فاكرين زكريا 4؟ يهوشع الكاهن العظيم وزربابل لما العمل كان واقف 16 سنة وجالهم الإعلان النبوي، قال لهم انتوا اللي بدأتوا وانتوا اللي هتكملوا لأنكم أبناء المسحة، وإيدي هتيجي وروحها هيعمل بيكم وهتكملوا العمل. بص اللي جنبك وقول له، بص للي جنبك وقول له الرب هيعمل بيكي آيات ومعجزات في الوقت اللي جاي. هللويا 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 هللويا. تعالوا
تغيير في الوظيفة النبوية والإرسالية. أيوة الله هيغير فيك حاجات، أيوة الله هيغير جواك حاجات، أيوة الله هيصنع مستحيلات فيك، أيوة الله هيستخدمك لصنع آيات ومعجزات. كم حد يقول له أيوة أنا مصدق ومنتظر ده، أنا قاعد منتظر ده لأن ده مراسي من عندك. أنا مش بدون نرفزة وبدون عصبية وبهدوء، أنا بقولها ده مراسي عندك وأنا منتظره، وبقولها وأنا مبتسم وفرحان لأن ده مراسي عند الرب. ثالث حاجة، ودي صورة صعبة شوية، قلنا أول صورة، تيجي نراجع مع بعض عشان ما ننساش، حضور إلهي كثيف. تاني حاجة، تغيير في الوظيفة النبوية والإرسالية. أيوة الله هيعمل تغيير في الأجواء، وتغيير في ناس، وتغيير في كنائس، وتغيير في قادة، وتغيير في ناس بسيطة جدا. تالت صورة، ودي تالت صورة كانت صعبة قوي، لأن الرب قال لنا هوريك منظرها، وكان منظرها صعب قوي. مواجهات نارية. يا ماما، مواجهات نارية. ما أصل الموضوع مش سهل، وعدو الخير يعني مش هيسكت، لكنه في النهاية إيه؟ حد حافظ الموضوع تحت الأقدام وفاشل وتم خرابه إلى الأبد. بس الشيء اللي لازم تعرفوه إن الجيل ده موجود عشان يعمل حرب. الفكرة اللي جاية مش إبليس اللي هيحارب الجيل ده، ده الجيل ده اللي هيروح يحارب إبليس. برافو عليك يا ماما، صدقيني انت بين عليك اللي معايا. هللويا هللويا، ايوه هللويا. مش ابليس اللي هيحارب، لان ابليس مرعوب من هذا الجيل. ابليس يقبل كل حاجه، عشان كده عايز اقول لكم شغال انه عايز يمحي هذا الجيل بطريقه لا يمكن حد يتخيل، وبيشكك في هذا الجيل وبيشكك في كل كلمه تتقال. وعايز اقول لكم الهجوم على فكره الجيل الناري هيكون غير مسبوق في الايام اللي جايه. سوى فاش ليه؟ أقول لك، لأن الجيل ده يا أخويا ماجد معد يروح يقول لإبليس إيه اللي مقعدك هنا؟ أنا عايز الأرض اللي أنت فيها، يلا اطلع بره. أصل الجيل ده معد يا أبونا يقول له إيه؟ أنا جاي أهجم، أنا جاي أسترد منك. الجيل ده هيبقى عنده شهوة الامتلاك لمجد الرب. أصل الجيل ده هيكون محمل بروح أخرى زي يشوع وإيه وكالب. الجيل ده هيكون حاطط عينه على الرب، فعايز يعمل إيه؟ عايز يمتلك، عايز يمتلك الجبال، عايز يمتلك الوعر. الجيل ده هيدور على المعارك الشرسة يا جرجس، بعد ما كان بيستخبى وخايف من معارك بسيطة، لا هيدور على المعارك الشرسة يقول لك أنا قادر على إيه؟ على الامتلاك. الجيل ده مش هيقعد يدافع عن نفسه يحصل معاه او ايه ما يحصلش معاه. الجيل ده هيبقى الرب حاطط فيه جينات اسمها جينات القوه والسلطان والنعمه الالهيه. الرب هيستخدمه انه يمتلك كل اراضي حط العدو ايديه عليها. الجيل ده هيعرف يحزن ابليس صح. اطلع جيل. فاكرين أعمال الرسل؟ طلعي لي الآية دي هنا في أعمال الرسل 10. أعمال
الرسل 10 28 يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله. ثمانية وثلاثين أنا أسف. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويسفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. عارفين الآية دي هتتحقق في الجيل ده في الوقت ده لأن الجيل ده هيكون مصحوب بالروح القدس والقوة. بالروح القدس وإيه؟ وده اللي هيحصل في الأيام. عارفين ليه بنقول حضور إلهي كثيف؟ ليه بنقول تغيير في الرسالة النبوية والإرسالية؟ ليه بنقول مواجهات نارية؟ لأن الجيل ده هيكون مصحوب بالروح القدس. لأن الجيل ده هيكون الله يسوع مسحه بالروح القدس تيجي تقولها معايا والقوة. ممسوح بالروح القدس والقوة. أيوة مواجهات نارية. أيوة مواجهات نارية لأن الرب هيستخدم هذا الجيل يوقف كل عبادة زائفة. أيوة هذا الجيل الرب هيستخدمه أن يوقف روح إيزابل اللي شغالة على خدام الرب. أيوة الرب هيستخدم هذا الجيل لإفشال كل مخطط بتعمله إيزابل الشريرة. اسم يسوع. عارفين الرب قال لي كام حاجة عايز أقولهم بدون وعظ زي ما خدتهم من الروح القدس. الرب قال لي أنا بهيئ الأرض لعمل الروح فيها مع هذا الجيل. قال لي هذا الجيل هيحرر ناس كتيرة من سجن إبليس الكبير. رب قال لي تعالى أوريك سجن وراني سجن رهيب جدا ليس له حدود كبير جدا وكمية الناس اللي فيه مربوطين ومقيدين ومعذبين كتار جدا. قال لي هذا الجيل بيتأهل انه يحرر ناس كتير جدا وأمم من سلطان إبليس من هذا السجن الكبير. آخر حاجة رب قال لي هذا الجيل في المواجهات النارية عنده مسحة ولادة وإقامة جبابرة بأس. عنده مسحة ولادة وإقامة جبابرة بأس. أنا بقول ده لأن دي النبوة ودي اللي الرب أعلنه. وقلت لكم النهاردة أنا مش جاي أوعظ لكن أنا جاي أقول الإعلان اللي ربنا قاله لي في فجر النهاردة. قال لي حاجة غريبة جدا عايز أشارككم بيها حتى كتبتها شاركت يمكن بيها سوزان قلت لها من الحاجات الغريبة اللي الرب قالها لي. قال لي الملائكة المقتدرة قوة. الملائكة المقتدرة قوة في الوقت ده هتتجول بين الأرض والسماء وهتعمل استجابات فورية لكل طلبات ولادي في هذا الوقت. قال لي مش بس كده سامحوني أنا بقرأ لأن الكلام ده أنا كتبته بالنص خفت لحسن يقع مني. قال لي قوانين العالم هتنحني أمام القوانين السماوية. أنت مستعد تستقبل الثلاث صور؟ اوعى تشوف نفسك
ان انت ما ينفعش تستقبلنا. صحيح انا وانت ما نستقبلش، انا اول واحد ما ينفعش ومش نافع ولا استحق، لكنها النعمة الغنية، لكنها المحبة الأبدية، لكنها الترتيبات الإلهية. ما عنديش كلام تاني وما أقدرش أقول حاجة تاني. كل اللي أقدر أقوله ده صوت الروح، استقبله. أقول لكل حد لسه ما قبلش الرب، اسرع وتعالى وحط إيد حياتك بين إيدي النهاردة. أقول لكل حد عاش في ضعف وفي هزيمة، إلهك هنا يسوع المسيح في القاعة دي، وحضوره مال القاعة ومجده مال القاع، وبيقول لك ميراثك مختلف عن كل اللي انت بتقوله. ميراثك في ذخائر السماء. اقول لكل واحد نظر نفسه للخدمة، سواء كان في خدمة مدارس احد، في شباب، في ثانوي، في وعظ، في اجتماعات، في تبشير، في صلاة، في افتقاد، أقول له ليكن لك إيمان إن الرب بيعدك للوقت اللي جاي، وإن النقلة اللي جاية نقلة عظيمة جدا 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 جدا، وإن الترقية قادمة قادمة، وان الحضور الالهي الكثيف قادم قادم، وانه الرب يجي يعمل تغيير ويديك مسحه نبويه وتغيير في الاتجاهات، ده الرب هيعمله في الايام اللي جايه. وان الرب هيديك قوه وسلطان، الرب هيديك امكانيات روحيه غير عاديه، الرب هيديك في ايديك انك تصنع معجزات غير عاديه، الرب هيأهل عينيك وأذانك وفمك وذهنك وجسدك وروحك وكل ما يحيط بك لذلك الوقت والزمان، لأن الرب مزمع أن يصنع اختراقة غير عادية. أقول لك استعد وآمن وصدق وطالب بمراسك، لأن ده حق ليك. أقول لك لو أنت مهزوم ومكسور، وقف النهاردة، لأن الرب بيحط عليك رداء جديد وبيقول لك أنت مش من حقك تتكسر، لكن أنت من حقك تسترد، من حقك تمتلك، من حقك تحط إيديك على أرض العدو، من حقك تقول لبليس اطلع برا دايرتي، اطلع برا دايرة حياتي، اطلع برا دايرة خدمتي، أنا ابن، أنا وارث، أنا ليا ميراث من عند الرب. أقول لك استقبل مسحة الله، أقول لك ليكن حياتك مصحوبة أو مسحتك مليانة بالروح القدس والقوة.